في زيارة لمصنع لومار. احنا ومجموعة من السي اوز مع استاذ لؤي نسيم. احنا بنقيس كل متر وبنشوف كل متر وكل سنتي. اذا كان عليها علامة خضراء زي كده معناته هذه عدت من 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 قسم الجودة حق الكواليتي. اوكي تمام. لو عليها الاحمر معناته نبروف. كل قماش فيه قطن او نسبة قطن في عدد غسلات معين، فنغسلها ثلاث غسلات ونشوفها قبل التفصيل. ايوه قبل التفصيل ونشوف اول غسلة مثلا اول غسلة هنا نزلت 2% في اللينث في الطول في العرض 3%. بعدين الغسلة الثانية خلاص صارت صفر صفر، ما زادت هذا مقبول ما هو مرفوض. طبعا هذه المشاكل اغلبها ترى ما تبان، يعني لو جات الكرونت هنا كمان ما تشوفها. هنا العامل بيحاول يدور على الديفكت اللي شفتوها في البورد هناك. طبعا الديفكت هذه الاثنين اللي هي النوتس هو لازم يعلم عليها ويحطها في فورم. هذا الفرق يبان الفرق تحت اليو في، يبان انه في هذا ازرق وهذا ابيض. قعدنا نشتغل عليها سنتين. هذه شركه المانيه اسمها فورمر، هي نفسها اللي موجوده في بي ام دبليو ومرسيدس اللي بتقص الجلود حقت المقاعد. هذه تاخذ 3 دقائق ونص، فوفرنا من 45 دقيقه ل 3 دقائق ونص. هنا كونسنتنت كواليتي، فهذا بلوم الحين هذه تبدا تقص هناك شايف. والمنطقه الثالثه يكون واحد يجهز فيها جديده. ثاني حاجه هذه لازم تتغير كل يعني 6 شهور، تتغير هذه الاسود هذه فوق اللي تحت، وهذا غالي. فنحن نغيره كل 3 شهور، كل شهرين. افضل حشو الالمانيه قلت لي؟ حشو الالمانيه ايوه. لازم ننظف عشان ما يكون في اي قماشه صغيره موجوده بين الحشو وبين القماشه. هذا عشان تسوي بابلز بعد فتره. اللي شو بيعدي على 6 اشخاص، كل شخص مسؤول عن جزء معين في الثوب اللي عنده. بسم الله ما شاء الله. فهنا يبدا في سرعه في الانتاج ودقه في الجوده التفصيل. طبعا هناك كلهم بيشيكوا، لكن هنا كمان التشيك النهائي. فشوف هنا في مشكله. ايش المشكله هنا؟ ها؟ فصيل. ايوه يعني هنا في وسط. ايوه تمام. الاصفر يعني وسط تمام. الاخضر اللي هو كوي. وهذه شوف مشكله هنا صغيره شايفها؟ هذه المشاكل قد ما تكون باينه للعميل يا لؤي صح؟ اغلب العملاء ما يشوفوها. أي. لكن هنا يشوفوها، فبالتالي اذا شافوها خلاص ما يخرجوها ابدا. حلو. بعض الاحيان الثياب تتاخر على العميل ويزعل مننا، ما يعرف انه ثيابه ما احنا راضيين نخرجها الا لما تكون 100% احنا راضيين عنها. يعني والله هذا رين كوت. هذا اي رين كوت عشان زي الحدايد هذه تتجرح في الغسالة. مو انك تفكها تحطها جوا. اي تفك هذا كذا تمام، وتقلب التوب عشان الحدايد لا تخبط اصلا، وتحط التوب هنا ترميه زي ما هو كذا، وترمي هذا في الغسالة عشان يحافظ على التوب اكثر. فهذه بتروح مع كل توب فيه حدايد زي هذه. هذه كلها ريسايكل ماتيريال تمام، وهذه مكتوب عليها لا ترميها. هذه ما ترميها، تزرعها. هذه تنزرع، هذه تشيل هذه كذا وتحطها في الطراف، يطلع زرع، يطلع سمسم. اوه ايوه ما شاء الله. فبنقول للناس ارجعوا للطبيعه، ارجعوا للبيئه، خضروا الدنيا. هاي هنا تسليم المنتجات بعد ما انتهت الثياب، بتروح للفروع.